بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، وان شاء الله النهارده عندنا مقدمه مع علم الفرس الوحشي. تمام، معاكم الدكتور محمد الشربقي، معيد بكليه الطب البشري. تمام، واهلا بطلاب بالنا المحترمين الجداد الابطال، وان شاء الله باذن الله يكون معانا وقت كافي معاكم طول السنه وطول السنه الجايه ان شاء الله. تمام، نبدا باول حاجه يا دكتور. عندنا حاجه اسمها بيقول لك الباراسايتولوجي. يعني ايه يا دكتور كلمه باراسايتولوجي اصلا؟ اي حد هتيجي في دماغه جمله هيلاقيها كبيره قوي، ايه يا دكتور باراسايتولوجي دي؟ هقول لك لا، تعالى قسم الكلمه معايا. كلمه باراسايتولوجي مكونه من مقطعين، مقطع اسمه باراسايت، موقع اسمه ايه؟ باراسايت. تمام، كلمه باراسايت وكلمه اولوجي. يبقى يا دكتور عندنا كلمة كبيرة ده هي مكونة من مقطعين، كلمة باراسايت وكلمة اولوجي. ما فهمتكش برضه، عايز تقول ايه؟ كلمة باراسايت يا دكتور معناها كائن طفيلي. كائن طفيلي يعني ايه يا دكتور؟ كائن طفيلي يعني يتطفل على حياة غيره. يعني ايه يا دكتور بيتطفل على حياة غيره؟ بسم الله، يعني عايش عالي على غيره. يعني ايه؟ شفت انت لما تبقى انت واحد صاحبك كده بتتكلمه ويجي حد جرح متطفل عليك ويقعد يسمع انت بتقول ايه؟ انت يا عيل متطفل كده ليه؟ انت بتتطفل كده ليه؟ اهو كلمه كائن طفيلي يعني كائن يعيش على غيره. يا الله، تمام. طب كلمه اولوجي، اولوجي يعني ايه يا دكتور؟ يعني علم. الله، يعني كلمه باراسايتولوجي معناها علم الكائنات الطفيليه، او بيسموها علم الطفيليات. طب واحد هيجي يقول له يعني ايه طفيليات اصلا؟ هقول له هي كائنات تتطفل على غيرها. تمام، يعني ده يا دكتور الاولوجي اللي هيدرس الباراسايت. ده الساينس، ده الاستادي، دي الدراسه، ده العلم اللي هيدرس لنا الكائنات المتطفله ده. هقول لك اي نعم. طب عاوز تقول فيه يا دكتور واحدة واحدة كده، أنت عارف إن أنا لسه داخل يا دكتور، أنا مش قادر. دكتور بروح 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 خالص. تمام، هقول لك ده عبارة عن علم إيه؟ الطفيليات أو علم البارازايت. يعني يا دكتور أي كائن طفيلي ماشي في السكة هو جارح بعد كده، يلا اتفضل أنا هدرسك. تمام، طب افرض مثلا إن الكائن الطفيلي ده هو كان يتطفل على أنثى البطريق في الجليد. طب أنا ما المنطق؟ معلش سوري كده، أنا ما المنطق بالحوار؟ يعني كان بيتطفل على أنثى البطريق في الجليد، أنا مين؟ لا، انا هدرس البارازايت، الكائنات اللي بتتطفل عليا انا كانسان. يعني يا دكتور عشان اكمل التعريف وهيبقى تعريف صح، هو علم. الله، هو علم جميل، هو علم يدرس الكائنات الطفيليه التي تؤثر على حياه الانسان. شكرا. يعني مش اي كائن طفيلي بقى كده جاي ماشي رايح جاي هدرسه، لا، لازم الكائن الطفيلي ده هو يكون ليه تاثير على مين؟ عليا. الله، عشان كده يا ولاد خصصوا كلمه باراسايتولوجي. وقال لك ايه كلمه باراسايتولوجي؟ احنا هنخليها ميديكال باراسايتولوجي، يعني علم الكائنات الطفيليه الطبيه. وجبت كلمه ميديكال لان هدرس الحاجه التي تخص ايه؟ الانسان. يبقى حد كده جامد يجي يقول لي ما هو تعريف الباراسايتولوجي، او بمعنى اصح ما هي الميديكال باراسايكولوجي؟ هيقول لي ده عباره عن علم بيدرس الكائنات الطفيليه التي تسبب مرض في الانسان. هقول له جامد، يا لك من شخص رائع، هي انفصها لي بالانجليزي، هي انفصها لي. هقول لك ده عباره عن علم. كلمه علم يعني ايه؟ ساينس. جميل، ده عباره عن ساينس. واحد تاني يقول لي لا يا دكتور، لا الراجل خلاه ستادي. اقول له جامد، يبقى هي الدراسه او العلم اللي بتدرس مين؟ الاستادي او الساين وفي الايه؟ وفي الباراسايت. يعني دي الدراسه او علم الباراسايتس. انا جبت جمله باراسايتولوجي يعني باراسايت، وبولوجي يعني علم الباراسايت. اي باراسايت ولا اللي بتصيب الانسان؟ يبقى الباراسايت اللي بتكوز انفكشن يعني عدوى، او بتكوز ديزيز. يعني ايه يا دكتور ديزيز؟ يعني مرض في مين؟ اون او ان الايه؟ الهيومن، في الكائن البشري. شكرا يا دكتور، شكرا. والنبي يا دكتور تاني كده واحده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا داخل يا دكتور دلوقتي اهوت، وجه الدكتور قال لي انا هديكم الباراسايتولوجي. يعني ايه برضه علم الباراسايتولوجي؟ هقول له ده عباره عن باراسايت بيولوجي، ده علم الطفيليات. اي طفيليات يا دكتور؟ لا،
انت قلت لي الميديكال باراسايتولوجي، يعني ايه يا دكتور؟ يعني الباراسايتولوجي اللي بتخص الانسان، يبقى ده عباره عن العلم او المصطلح بتاعه البارازايت اللي بتكوز انفكشن او ديزيز ان ذا هيومن. شكرا شكرا. يعني كده يا دكتور نشأ عندنا كائن اسمه بارازايت. حلو. وكائن البارازايت ده هو كائن متطفل رايح يعيش على غيره. طب تمام، اذا كنت انا بتطفل على صاحبي، انا هو وبتطفل على صاحبي، انا هو وبتطفل على صاحبي، انا اسمي ايه؟ متطفل، اسمي بارازايت. اقول له يلا بطل بدل ما عيل بارازايت. طب صاحبي اللي انا تطفلت عليه اسمه ايه؟ دكتور ثواني، انا متطفل، انا بارازايت، انا متطفل، انا بارازايت. طب انا متطفل، انا بارازايت. طب البارازايت دي هتروح تتطفل على مين؟ على كائن. الكائن التاني المصاب ده هو اسمه ايه؟ اسمه هوست. الله، ده كلمه انجليزيه كده كنا بنقولها معناها مضيف، يعني يستضيفك. انا هوست يعني انا بستضيف البارازايت. الله، حلو. يعني كده يا دكتور انت عايز تقول ان علم الباراسايتولوجي محصور في كلمتين؟ يعني ايه محصور؟ في كائن متطفل وكائن متطفل عليه. الله، الكائن المتطفل اسمه بارازايت، الكائن المتطفل عليه اسمه هوست. هوست. طب تمام، طب ما تيجي نعرف الكلمتين. تعالى يا دكتور نعرف الكلمتين، تعالى نعرف الكلمتين. مفيش اي حاجه خالص، هذا اهو انا مسحت لك اهو 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 وسبت لك كلمه باراسايتولوجي. تمام تمام، تعالى كمل كده يا دكتور معايا، كمل معايا. انت قلت لي ان في كائن اسمه بارازايت وكائن اسمه هوست، ما تعرف لي يا دكتور يعني ايه بارازايت؟ يا جدع يا جدع، يعني ايه بارازايت؟ يعني كائن يتطفل على غيره، يبقى ده عباره عن كائن. كلمه كائن حي يعني ايه؟ كلمه كائن حي معناها اورجانيزم، اورجانيزم، كائن حي. اورجانيزم، انا اورجانيزم، انت اورجانيزم، كلنا اورجانيزمات في بعض. تمام تمام، يبقى البارازايت عباره عن ايه؟ عباره عن اورجانيزم، اورجانيزم بيعيش على غيره، يبقى اورجانيزم بيليف اون، يعني بيعيش على او بيعيش فيه، ليف ان. ايه يا دكتور؟ اذر او انذر اورجانيزم. حلو، يبقى ده عباره عن ايه يا دكتور؟ ما معنى كلمه بارازايت؟ معناها اورجانيزم كائن بيعيش على كائن اخر، عباره عن كائن بيعيش على كائن اخر. طب الكائن الاخر ده ممكن اشيله واحط كلمه ايه لو حد فاهم؟ برافو عليك، برافو عليك، هحط كلمه هوست. برافو. يبقى يا دكتور، يبقى عباره عن ايه البارازايت؟ هو الكائن الذي يعيش في الهوست. طب ايه تاني؟ او الكائن الذي يعيش على كائن ايه؟ اخر. ما شاء الله. يبقى البارازايت عباره عن اورجانيزم بيليف ان او اون اي يا دكتور؟ انظر اورجانيزم، انظر اورجانيزم اللي يعيش في اسمه ايه؟ الهوست. طب ارنبنا في منور انور، وارنب انور في منورنا. طب ما معنى الهوست؟ الهوست واحده واحده، هو التعريف بيقول ايه؟ هو الدين بيقول ايه؟ بيقول ان ده بيعيش على ده، يبقى ده بيستقبل ده، يبقى الهوست هو الاورجانيزم، الاورجانيزم يعني الكائن اللي بيمسك البارازايت، اللي بيستقبل البارازايت. يجي يقول لك الاورجانيزم اللي بيهاف البارازايت. حلو، ده واحد جامد. واحد يشيل كلمه هاف يقول لك اللي بيهوض. يعني اللي بيهوض؟ اللي بيقفش. ده قفاش انت. تمام، اللي بيقفش او اللي بيمسك البارازايت. قام جرح البارازايت ده على الصوت وقال لهم لا، ايه ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش ملزم على فكره اللي انتوا تكلموني بالبجاحه دي. قلت لها ايه دي قوي، ده انت بارازايت فيمينست قوي، انت بتقولي ايه؟ قالت طب والله لا، ايه ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انت عايز تمتلكني؟ انت يا بص بتقول في تعريفك اللي انت اورجانيزم كائن حي، عايز تمتلكني؟ ايه ده؟ الكلمه دي مش رومانسيه، ايه اورجانيزم بيهاب البارازايت دي؟ انت عايز تمتلكني؟ يلا لا. طب ايه الهوب؟ ايه ايه انت ماسك فرخه حضرتك؟ لا، انا عايز كلمه رومانسيه تعبر عن هذا الهوست، انه بيشيل البارازايت جواه، مش الهوست ده اللي بيخش البارازايت جواه. ما انا قلت لك الكائن اللي بيتطفل اسمه بارازايت، والمتطفل عليه اللي بيستقبل البارازايت اسمه ايه؟ اسمه هوست. لا يا دكتور، لا لا لا، البارازايت دي طلعت رومانسيه، انا مش عاوز كلمه هاب وكلمه هوست. قال لك امال ممكن اشيلها واحط كلمه ايه؟ يا الله، شوف 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 الكلمه الرومانسيه. قال لك هي الهوست هو الاورجانيزم اللي بيهاربر. يا دكتور ايه الكلمه دي؟ هاربر، يعني ايه هاربر؟
البر يحتضن يا من سيدك. يعني الهوست هو الكائن اللي بيحتضن البرازيت جواه. يا الهي يا لهب الرومانسيه المفجره، يا سلام. يعني يا دكتور، يعني حضرتك الهوست هو الاورجانيزم اللي بيهرب البرازيت. تمام، شكرا شكرا دكتور. طيب معلش، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اليوم اتحدث عن كلمه ميديكال بارازيتولوجي. ما معنى هذه الكلمه العلميه؟ معناها هي عباره عن الاستادي او الساينس اللي بيتعامل مع البارازيتس. طب البارازيتس اي بارازيت؟ لا، اللي بتكون ديزيز في الانسان، او يقول لك كيبابل اوف، يعني قادره على اصابه الانسان بالديزيز. يبقى كلمه بارازيتولوجي معناها علم الطفيليات القادره على اسباب او احداث مرض في الانسان. كيبابل اوف ايه يا دكتور؟ كوزنج ديزيز من زمان. شكرا. من هنا نشأت علاقه، استغفر الله العظيم. فعلا نشأت علاقه ما بين كائن متطفل وكائن متطفل عليه. الكائن المتطفل اسمه بارازايت، والمتطفل عليه اسمه هوست. دكتور البارازايت معناها كائن متطفل، يعني اورجانيزم بيليف اون او ان انذر اورجانيزم، يعني اورجانيزم عايش عال على غيره. طب الهوست هو الكائن اللي بيحتضن البارازايت، يعني دي بتعيش في دي وده بيستقبل دي، دي بتعيش في دي ودي يستقبل دي. يبقى الاورجانيزم والكلمه الرومانسيه. تخش اول يوم كده في الجامعه وتقول لها ايه؟ لا الهي انا رومانسي وانا الاخر، هيا بنا اهاربر. يبقى يا دكتور كلوز هو الاورجانيزم اللي بيهاربر البارازايت، يعني اللي بيحتضن مين؟ البارازايت. شكرا شكرا. ماشي، مفيش اي مشكله. دكتور عايز تقول ايه تاني؟ في بقى انواع للهوست. ممكن دكتور ما كفايه في المقدمه لحد دلوقتي؟ لا معلش، هديك معلومتين كمان عشان تبقى مقدمه محترمه. تمام تمام، بعد كده هندوس في منهجنا طبعا طبعا طبعا. يا دكتور امسح دكتور الشرباي، ما انا عرفت حضرتك خلاص. طب تمام، نسيب بسم الله الرحمن الرحيم كده، كل فتحه تخيل عليك ايها الولد. هيا دكتور، وات انت قلت لي ان في كائن اسمه الهوست. حلو، الهوست ده هو الكائن الذي سيستضيف البارازايت بداخله. حلوين دكتور، في انواع للهوست، في انواع للهوست. بس قبل ما اعرفك انواع الهوست، عايز اقول لك ما هي نبذه مختصره عن اللايف، ودي تسجلها على جنب كده، عن اللايف سايكل اوف البارازايت. عاوز اقول لك نبذه مختصره عن دورة حياة الكائن الطفيلي. اوكي، عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الكائن الطفيلي زيه زينا، يعني ايه؟ منه اناس بالغين. يعني ايه اناس بالغين؟ يعني منه ادلت. منه ادلت، منه اناس بالغين، يعني اناس بالغه لها القدره على التكاثر. فهمت حضرتك؟ يعني يا دكتور دورة حياة البارازايت، امشي ده يا بص دلوقتي، تعال يا بارازايت. دورة حياة البارازايت بتبتدي بكائن اسمه أبط، كائن بالغ. حلو، يعني ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. أوكي أوكي يا دكتور، أوكي. عايز تقول إيه؟ هقول لك والله، الأبط اللي هو مسيره يحبل ويرمل. يعني يا دكتور يتقصر، هيتقاصر. يعني ايه هيتقاصر؟ هيحصل له يعني بص فيرتلايزيشن. يعني ايه فيرتلايزيشن؟ تخصيب يا جدع، تزاوج. مش بعد ما يتجوز ماذا سيفعل؟ قولوا لي بالله عليكم احبتي ماذا سيفعل؟ اقول لك سيضع بيضا، مش كله، بس انا بقول لك مجازا مجازا. ماذا يحدث عند تزاوج الذكر مع الانثى من الطفيليات؟ تنتج اجزا، اجز اجز. حلو، الاجز بتفقس، ما اكيد البيضه فيها ايه؟ كتكوت. فالبيضه لما هتفقس هتطلع كتاكيت، كتاكيت اي حاجه. تمام تمام، الكتاكيت ده هم، الكتاكيت ده هم اسمهم ايه؟ يرقات. يرقات. حلو، اليرقات ديت اللي هي ايه؟ مراحل و
وسطية غير نابغة. أنا دكتور يعني إيه برضه؟ يعني خلف أبناء، مش دول من أبناء. حلو، وخلفوا بيض، البيض إيه بقى لما يجلس هيطلع كتاكيت أو يرقات أو مراحل وسطية غير نابغة، اللي هم مجازا هنقول عليهم الأبناء، اللي هم إيه بالإنجلش؟ لارفا. لارفا، لارفا. طب تمام، يعني يا دكتور اي بارازايت في الدنيا معظمهم يعني هيبقى منهم ادلت. شكرا، اثبت يا دكتور. الادلت دول ما يحصل لهم ايه؟ استنى اجفف عرقي بس. الادلت دول ما يحصل لهم ايه؟ تزاوج. شكرا. التزاوج ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه اكس بيض. ماشي. البيض هيحصل له ايه؟ هيهاتش. يعني ايه هيهاتش؟ هيفقس، يفقس. وعندما يفقس ماذا يضع؟ يضع كتاكيت، يضع يرقات، يضع مراحل وسطية غير ناضجة، يضع أبناء. ما هي هذه الأبناء يا دكتور؟ إنها اللارفا، معناها يرقات الكائنات الطفيلية. طب اللارفا تعمل إيه؟ اللارفا؟ اللارفا بقى تقعد تتكاثر لا جنسيًا، خد بالك. الاداء وهم بيتكاثروا بيعملوا فيرتلايزيشن وتخصيب مع بعض، بيتكاثروا سيكشوال. يعني ايه يا دكتور سيكشوال؟ يعني جنسي. يعني ايه جنسي يا دكتور؟ يعني ذكر مع انثى. يعني اوصلك ايه اكتر من كده؟ يعني ذكر مع انثى. تمام تمام، موجب مع سالم، مع سالم. تمام ماشي يا دكتور. يعني ماشي، يعني الاضطه تتكاثر جنسيا. تكاثرت يا دكتور. ماذا وضعت؟ وضعت بايض. البيض ايه يا دكتور حصل له؟ فقس يا دكتور. طب لما فقس يا دكتور ادى ايه؟ كتاكيت. والكتاكيت دي اسمها ايه؟ الكتاكيت دي اسمها ايه؟ اليرقات. اليرقات دي ليها مراحل وسطيه في الناضجه، اللي مجازا هنقول عليهم مين؟ الابناء. طب يا دكتور الابناء دول اسمهم ايه؟ لارفا. طب اللارفا تتكسر؟ عشان تتحول بقى من لارفا لاختها. ما هي اللارفا دي مش لارفا واحده، انا قلت لك ابناء. يعني يا دكتور يعني في لارفا مثلا واحد اسمها حسين، ولاربة اثنين اسمها حسنين، ولاربة ثلاثة اسمها مش عارف كذا وهكذا. تمام؟ وسين تدرسات بس كلهم لاربات، يرقات غير ناضجة. بتتكاثر ايه؟ اسيكشوال. يعني ايه اسيكشوال يا دكتور؟ يعني لا جنسيا. تكاثر جنسي ودي تكاثر لا جنسي. والتانية تتطور ويرقة تدي يرقة ويرقة تدي يرقة ويرقة تدي يرقة ويرقة تدي يرقة لحد ما ترجع تبقى أضلت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأنت بتكلمني عن، أنا نسيت أصلا بتكلمني عن أنا. وإحنا في مادة إيه؟ واحدة واحدة. خلي بالك نصيحة ليك، لأنك أنت فعلا في الطب هتحس أنك أمام بحر من العلم لا ساحل له. تمام؟ وهنحس فعلا إن إحنا بص 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 زي بص بافلو إن ذا ساينس سي. يعني إيه بافلو إن ذا ساينس سي؟ جاموسة تائهة في بحر العلم. لا إله إلا الله. فتحس كده إن الدنيا مبهوة، فكل شوية كده تكون جارح واقف ولاعب يوجا مع نفسك وتعرف أنت فين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت فين يا بجد؟ بجد بجد أنت فين؟ أنا والله يا حبيبي بتكلم في مادة اسمها البارازيتولوجي. دكتور عرفتها. بسم الله. علم الطفيليات بس أنا قلت لك ميديكال بارازيتولوجي. يبقى يا دكتور بسم الله هذا هو علم الطفيليات الذي يدرس الكائنات الطفيلية التي تؤثر على حياة الإنسان وتسبب بها أمراض. دكتور قرأت الحلقة بالترجمة الفورية للإنجليش؟ يبقى ده عبارة عن إيه؟ ذا ساينس أور ذا ستادي. ذات إيه بقى؟ ذات إيه؟ بتديل ويز، يعني بتتعامل معها. أو بتدرس مين؟ بتدرس مين؟ البارازايت. أنهي بارازايت؟ اللي كيبابل أوف كوزينج ديزيز، يعني قادرة على تسبيب أو إحداث مرض للإنسان، أو اللي بتكوز انفكشن، يعني عدوى للإنسان. شكرا دكتور، شكرا. أنا فهمت حضرتك. من هنا نشأ يا دكتور حاجتين، كائن بيتطفل وكائن متطفل عليه. الكائن المتطفل اسمه برازايت، والمتطفل عليه اسمه إيه؟ الهوست. وقلت لك ده بيعيش على ده وده بيستقبل ده. البارازايت بيليف إن ذا هوست، والهوست بيهاربر البارازايت، يعني بيحتضن البارازايت. وجيت قلت لك يا دكتور اللي إحنا عندنا حاجة اسمها أنواع للهوست. وقبل انواع البص قلت لك سيبها دلوقتي وركز معايا في معلومه. ما هي هذه المعلومه؟ هي اللايف سايكل اوف ذا بارازايت. معلش امشي بتتابع انا، امشي بتتابع انا ومقدمتي انا عشان تفهمها. وطول ما انت ماشي معايا واحده واحده اقسم بالله، اقسم بالله بفضل الله وقته هتلاقي نفسك البار دي الف ما يمكن، لان كله بيسخمها. لا، طول ما انت ماشي ومسستم بوينت 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 هتلاقي نفسك بيت
مظبط الدنيا كلها، مرتبها في دماغك، والمحاضره هنقولها بكل كلمه فيها هتلاقي توصل ايه؟ السلام، عامل دماغ بره، تمام؟ فانا عايزك كل مره كده تجمع انت نفسك فيه. دكتور، ما هي اللايف سايكل والزمرزايكل؟ احفظ دي معايا واعرفها معايا، تمام؟ روقها كده معايا في الاول وتكتبها على صفحه جانبيه، تمام؟ تمام. هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. دورة حياة أي بارازايت أو معظمهم بيبقى عبارة عن إيه؟ بسم الله. عبارة عن أناس بالغين وناس من الآباء ذكر وأنثى، اللي هم الآباء ماذا يحدث لهم؟ تقاسم جنسي فيرتلايزيشن ما بين الذكر والأنثى، سيكشوال ريبرودكشن، يعني سيكشوال ريبرودكشن تقاسم جنسي، سيكشوال ريبرو كلمة ريبرو يعني تقاسم جنسي اللي هو فيرتلايزيشن، ماذا ينتج عنه؟ بويضات، هذه البويضات تدعى اكس. ماذا سيحدث البويضات؟ عندما تنضج البويضات تفقس، معنى كلمه تفقس يعني هاتش، لما تهاتش يا دكتور تدي ايه؟ كتاكيت، او يعني ايه كتاكيت؟ يرقات، يعني مراحل وسطيه غير ناضجه بيسموها امطيور، يعني ايه يا دكتور امطيور؟ كلمه امطيور يعني غير ناضج. غير ناضج، بينما دول مطيور، تمام؟ يعني ايه مطيور؟ ناضجين جنسيا، بينما دول ان مطيور يعني غير ناضجين جنسي، طبعا دول ناضجين جنسيا فيتكاثروا جنسيا، دول غير ناضجين جنسيا فيتكاثروا لا جنسيا، تمام؟ طب هم اسمهم ايه يا دكتور؟ اسمهم لاربا، الابناء او اليرقات، هيتكاثروا ازاي؟ لا جنسيا، بالتكاثر اللاجنسي، واحده بنت واحده وست بتصاد وصاد بنتين، وهنختلف بقى من الاسماء مدورين يا لمونة لحد ما نرجع نبقى ايه؟ نبقى ارض. شكرا لحضرتك يا دكتور. عايز سؤال تاني. عايز بقى اعرف لك ما هي التايبس اوف الوسط. في عندنا مهمة مهمة. في عندنا دكتور نوع من الوسط اسمه ديفينيتيف. يعني ايه ديفينيتيف؟ اتش اختصار لكلمة وسط. ديفينيتيف وسط معناها اكتب كده معايا عائل الاساسي. يعني ايه؟ يعني محتضن اساسي، ما يصبح يعني عائل او يعني بيعول بيستضيف او مضيف اساسي، مضيف اساسي او عائل اساسي، وسط اساسي، حلو. وادام في وسط اساسي يبقى في وسط مش اساسي، اللي هو وسط وسيط بيسموه انتر ميديات هوست، اتش اختصار هوست. انترميديات هوست معناها عائل او كائن او مستضيف لكنه وسيط، وانت بتبدا كده تقول وسيط واخد بعدها سيف على طول، وسيط، تمام، حلو. طب في عائل اساسي وفي عائل وسيط؟ ايوه. وفي عائل مستقبل، ده في عائلات كتير، تمام؟ في عائل مستقبل او احتياطي، شفت انت اللاعب بتاع الكوره لما يبقى راكن على الدكه احتياطي؟ اه، في ريسيرفوار، تمام؟ او ريسيرفوار، تمام؟ ريسيرفوار على طول او ريسيرفوار، تمام يا دكتور؟ ريسيرفوار، يعني ريسيرفوار يعني احتياطي. أو يا دكتور عائل بصق مخزون، يعني حاجة هتتخزن فيه، أو تمام ريزرفوار، عندي احتياطي خزين. أه ماشي، شكرا، كفاية التلاتة دول لسه ليهم تكملة، بس ركز معايا. أنت بتتكلم في إيه؟ في أنواع الوسط، التايبس أنواع الوسط. الوسط قلت لي منها ديفينيتيف وسط، منها انترميديت وسط، منها ريزرفوار وسط. شكرا يا دكتور. قلت لي الانترميديت هوست او قصدي الديفينيتيف هوست اللي هو العائل الاساسي، والانترميديت هوست اللي هو العائل الوسيط، والريسيرفوار هوست العائل الاحتياطي. طب يا دكتور ما تيجي نعرفهم. تعالى بس انا مش عايز امسح ديت، بسيبها بس كده. تعالى نكتب ايه في الحته هذه، الحته البسيطه. ماشي. عائل اساسي ديفينيتيف هوست هو هوست. هوست مين يا دكتور؟ هوست بيهربر وبيحتضن. مين بقى؟ هو هوست. كلمة هوست أصلاً جعلته مستضيف، يعني هيستقبل حاجة، هيستقبل بارازيت في جسمه. هو الهوست اللي بيهربر الأضرار. الله 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 الله، يعني
والعاقل الاساسي الذي سيحتضن الاساسي اللي هو الاباء اللي هما سيكشوال ماتيور ولا اسيكشوال ماتيور؟ لا ده سيكشوال ماتيور. ويا دكتور ادم هو عاقل اساسي وفيه الاباء او فيه الاضل او فيه السيكشوال ماتيور، يبقى التقاصر الذي سوف يحدث فيه تقاصر جنسي ولا لا جنسي؟ لا جنسي، يبقى هيحصل فيه سيكشوال ريبرودكشن. شكرا. هيحصل فيه تقاصر جنسي. ماشي. جفف عربي. تمام. شكرا. يبقى ما هو الديفينيتيف هوست؟ هو عامل اساسي لاحتضان الاباء من البارازايت. هو عامل اساسي لاحتضان المراحل الناضجه من البارازايت سيكشوال ماتيور. هو عامل اساسي تتم فيه الدوره الجنسيه او التقاصر الجنسي يعني السيكشوال سايكل او السيكشوال ريبرودكشن. طيب طب امتى مين يخص العامل الوسيط؟ حرام عليك. اذا كان ده بيحتضن الاباء فده الوسيط بيحتضن الابناء، يبقى ده عباره عن بالاحمر بالاحمر هو الهوست ماله اللي بيهربر ماله اللي بيهربر اللربة اللي هي مطيور ولا ايه مطيور؟ لا سيكشوالي مطيور يعني غير ناضجة. طب هيحصل في تقاصر جنسي ولا لا جنسي؟ لا 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 تقاصر لا جنسي سيكشوال اسيكشوال اسيكشوال ريبرودكشن. شكرا. يبقى هيحصل في تقاصر لا جنسي اللي هو الاسيكشوال ريبرودكشن. شكرا دكتور. شكرا شكرا حضرتك. انا اقسم بالله اقسم بالله ابتديت افهم الدنيا وعرفت ان انا دوره الحياه بتاعت البارازايت هيحتاج ترتب عليها انواع الهوست. طب ما هي انواع الهوست يا دكتور؟ انواع الهوست هوست اساسي وهوست وسيط، عائل اساسي وعائل وسيط. العائل الاساسي هو الديفينيتيف هوست والعائل الوسيط هو الانترميديت هوست. طب العائل الاساسي يحتضن الاساسي ويحتضن الاداء، بينما العائل الوسيط يحتضن الغير اساسي اي يحتضن الابناء. شكرا يا دكتور. يعني ده اباء ده ابناء. طب الاباء من هم؟ سيكشوال ماتيور. بينما الانترميديت من هم الابناء؟ سيكشوال ام دي سيكشوال ماتيور ده سيكشوال ام ماتيور. خلي بالك ام للنف ام للنف ماتيور يعني ناضج، ام ماتيور يعني غير ناضج. تمام. طب هنا يحصل سيكشوال ريبرودكشن، هنا يحصل اسيكشوال ريبرودكشن. شكرا. تمام. عايز ايه تاني؟ مش عايز حاجه. طب ايه اللي اسمه هوست؟ ده عباره عن هوست مستضيف، ولكن هذا الهوست وحيوان. دكتور انت بتشتمه؟ لا فاهم هو حيوان. حيوان والله يعني ايه مش انسان؟ حيوان فعلا. يعني هو انيمال. هو انيمال يا حبيبي. ده كده كده تمام كده كده هو انيمال تمام تمام ساحر كده كده فهو كده كده هوست انيمال. يعني يا دكتور يعني حيوان. هذا الحيوان ماذا بيفعل؟ هذا الحيوان خلي بالك هذا الحيوان هيهربر. يعني ايه هيهربر؟ يعني هيحتضن او بي هولد يعني بيمسك او بي هاف. تمام كلمه هربر زي ما قلت لك هي هي كلمه هاف هي هي كلمه هولد. تمام يمسك يعني هيهربر مين؟ الارض. يعني هيحتضن ايه؟ المراحل البالغه. برضه اه يا دكتور هيحتضن المراحل البالغه من الابتدائي. كي هيحتضن المراحل البالغه برضه؟ اه زي ما فعل الانسان. اه زي ما فعل الديفينيتيف. ايوه. طب ايه يا دكتور؟ ايه الفرق؟ ما هو ده هيحتضن الارض وده هيحتضن مين؟ الارض. بس ده انسان او حيوان. ده حيوان بس يعني فاهم مش فاهم يا دكتور؟ يعني ده انيمال
والفرق بين ده وده، ان ده ممكن يكون انسان وحيوان وده هيبقى حيوان بس. عشان كده لما نيجي نتقدم في المنهج وعقلك يكبر معايا هقول لك ان كل ريسيرفوار هوست ديفينيتيف هوست، ولكن ليس كل ديفينيتيف هوست ريسيرفوار هوست. اوف 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 دكتور، يعني زي كل المصريين عرب وليس كل العرب مصريين؟ اه، فكل ريسيرفوار هوست ديفينيتيف هوست وليس كل ديفينيتيف هوست ريسيرفوار هوست، لان ديفينيتيف هوست ممكن يكون انسان او حيوان، بينما ريسيرفوار هوست هو حيوان بس. تمام بس كده، شكرا جدا دكتور، انا فهمتك. تمام تمام، فما هو ريسيرفوار هوست؟ هو عائل اساسي لكنه حيوان في صوره حيوان، هيعمل ايه؟ هيمسك القضب اللي هم السكشوال ماتيور. اه بيحصل في السكشوال سايكل، اه بيحصل في التكاثر الجنسي. اه طب ده يا دكتور حلو ولا وحش؟ زي الزفت. ليه زي الزفت يا دكتور؟ لانه يعتبر سورس اوف انفكشن، مصدر للعدوى. ازاي؟ يعني انا مثلا اهو عندي دوده معينه او عندي كائن طفيلي معين. طب الكائن معين ولا مربع؟ لا ده بس مش هزار دلوقتي دكتور. الكائن الطفيلي ده هو ماله حضرتك يا دكتور؟ الكائن الطفيلي ده هو بيعيش فيا انا كانسان، وبيعيش مثلا في المعزه. حلو، يبقى بيسكنني وبيسكن المعزه. عايز تقول ايه حضرتك؟ فهو لما يسكنني انا هروح للدكتور، الحقني يا دكتور، الحقني يا دكتور، الحقني. هيقول لي في ايه؟ قول لي عالجني، انا عندي الدوده الفلانيه. اقول له شكرا لحضرتك، فيقوم جاي رايح معالجني وخلاص الحمد لله انا خفيت. واللي باباك عنده قال له بابايا عنده، فيعالج بابايا ومامتي ونعالج كلنا والبشر يتعالج. شكرا يا دكتور، باي باي، نيجي لك المره الجايه. وروحت انا نايم بيتي عادي في سريري، وقمت باحتضان معزتي. يعني يا دكتور يعني المعزه جبنا من جنب، قالت لي لو سمحت اتدخل بس انام جنبك. قلت لها نايم، ما اعرفش انها مصابه. حيوان انيمال هيجي تقول لك الحق ده بطني توجعني. لا، فنام جنب على السرير فعدتني تاني. اه يعني يا دكتور كون ان العدوى تبقى موجوده في الانسان كديفينيتيف هوست عائل اساسي، وتستطيع ايضا انها تعيش في حيوان زي المعزه اللي هو ريسيرفوار هوست، ده هيمثل خطر عليا ان هيبقى الحيوان مصدر للعدوى وممكن يعديني. ايوه، يعني يا دكتور هيعتبر كسورس اوف انفكشن، كمصدر للعدوى. سورس اوف انفكشن يعني يا دكتور مصدر لمين؟ مصدر للعدوى بتاعتنا. تمام يا دكتور، تمام. فممكن ساعتها ايه؟ يعديني ويسبب ايه؟ الدنيا انها تبوظ معايا. هو سورس اوف ايه؟ سورس اوف انفكشن. حلو، تمام، شكرا، مش عاوز اكتر من كده. طب حضرتك عايز تقول ايه تاني؟ عايز اقول يا دكتور ان دلوقتي انا عرفت ان في ديفينيتيف بوست وانترميديت بوست وريسيرفوار بوست. هل في انواع ثانيه من البوستات؟ اه، انت قلت لي الديفينيتيف بوست هو العائل الاساسي اللي هيحتضن الضربه والسيكشوال ماتيور، والانترميديت بوست هو هيحتضن الابناء اللي هم الضربه والسيكشوال اماتيور. سيكشوال ماتيور ده السيكشوال اماتيور، ده يحصل في السيكشوال ده يحصل في الاسيكشوال. والريسيرفوار قلت لي شبه الديفينيتيف ولكنه حيوان مش انسان. يقول لك هو حيوان يستطيع ان يحتضن الاباء كما يفعل الانسان، از المندو، يعني مش الدندو، لا از المندو، يعني كما يفعل الانسان. في شويه حاجات كده ثانيه في العقل مش عاوزين نتطور، بس عشان هي مجرد مقدمه وبعد كده هندوس في المنهج معانا الدنيا تمام سليمه ان شاء الله، لان المنهج هيبقى تبع محاضرتك. تمام تمام، ركز معايا يا دكتور. الهوست، في نوع من الهوست اسمه كارير، وكارير ده تسمعها في كذا ماده، مايكرو باراسايكولوجي وباثولوجي وكل حاجه. كارير يعني ايه؟ حامل للمرض. مش فاهم معنى كارير هوست. كارير يا دكتور يعني هوست او انسان مان بيعمل ايه؟ بيكاري. حلو قوي، يعني ايه بيكاري؟ كارير حامل، كاري يحمل، هو هوست او مان بيكاري الانفكشن، يعني بيحتضن الانفكشن. يعني ايه؟ بيبقى فيه العدوى، يعني ايه؟ بيكاري الاورجانيزم، بيبقى فيه الكائن الحي. يعني ايه؟ يعني هو انسان او عائل يحمل في ثناياه، يحمل بداخله العدوى او الكائن الحي. الكائن الحي بقى ده سواء معايا هتبقى بارازايت اللي هو كائن طفيلي، او معايا هتبقى باك، او في المايكرو هتبقى بكتيريا، تمام، او يا دكتور هتبقى فيروس، تمام، يعني فيروسات او بكتيريات او طفيليات، تمام. يبقى ما هو الكارير هوست؟ ده عباره عن انسان او عائل
بيحمل العدوى بداخله، بيحمل الاورجانيزم، بيحمل الكائن الحي بداخله، بارازايت وبكتيريا وفيروس، ولكنه ماله 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 كاتم في نفسه. يعني ايه؟ لم يظهر عليه اي اعراض. يعني ايه؟ يعني مش باين. الفيروس جواه ومش واضح، العدوى جواه وما ظهرتش عليه اي سيمتومز، نو سيمتومز. يعني هي العدوى جواه؟ اه، لو فتحت بقه ودخلت راسي كده هلاقيها؟ هتلاقيها. طب ايه يا دكتور؟ ايه هتلاقيها؟ اه، بس هل ظهر عليها اي اعراض المرض؟ لا، نو سيمتومز، كاتم في نفسه. حلو. طب ايه يا دكتور؟ ما كده حلو اهو. لا، ما هو زي الزفت. ليه؟ لانه ممكن يعدي غيره. كان انفكت الاثر، يعني يقدر يعدي غيره من الناس. يعني هينشر العدوى؟ هينشر العدوى. يبقى دكتور اي كارير لما تيجي تعرفه قول له 3 كاف. 3 كاف كارير، تمام؟ 3 كاف. ايه الكاف الاولى؟ انه بيكلم. الكاف الثانيه انه كاكن. الكاف الثالثه انه كان يستطيع. كان يعني بيحمل الاورجانيزم. كادم يعني كادم في نفسه، مظهر عليه اعراض، اعراض كادم الاعراض، يعني نو سيمتومز. كان يعني بيقدر، كان ايه؟ كان انفكت الاثر، يعني بيقدر يعدي غيره. شكرا. مصدر العدوى هو كان. شكرا. شكرا. انتوا عارفين عكس كارير ايه؟ عكس كارير كيس، حاله، او بيشنت. يعني عكس كارير بيشنت. يبقى البيشنت ده ماله؟ كاري الانفكشن، يعني بيحمل العدوى، بيحمل الاورجانيزم، ولكن مش كاتم في نفسه. لا، ده عنده سيمتومز، عنده اعراض. مهمه الحته دي قوي في الطب يا ولاد. وكان يعني غيره؟ اه، كان انفكت الاصل. دكتور، يعني ما معنى كارير هوست او كيس هوست او بيشنت هوست؟ كارير هوست 3 كاف 3 كاف 3 كاف 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 كاف. دكتور، ما معنى كارير؟ كارير 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 حامل المرض، كاف كاف كاف. كاريزا اورجانيزم، يعني بيحتضن الكائن الحي في ثنايا، بياخذ العدوى، ولكنه كاتم في نفسه يا دكتور. يعني نو سيمتومز، مش ظاهر عليه اعراض. وكان، وده كان، وكان، وكان، كان انفكت الاثر، بيقدر يعدي غيره. اه يا كارير، عكس كارير كيس او عكس كارير بيشنت. طب ايه يعني ايه دكتور عكس كارير كيس او بيشنت؟ وده عباره عن كائن بيحمل العدوى زي الكارير، ولكنه مش كاتم، ده ظاهر وواضح، واللي في قلبه على لسانه يا دكتور. يعني عنده سيمتومز، الله، وكان انفكت الاثر، الله. يبقى الفرق بين الكارير والكيس ان ده مش ظاهر عليه اعراض، لكن ده ظاهر عليه اعراض. الله، عظم. حلو. طب في حاجه تانية في الكارير؟ في، ما تقول لي نوع كمان. للهوست، للهوست. كفايه يا دكتور كده. معلش، اخر واحد. اكسيدنتال. وقبل الاخير، معلش. اكسيدنتال يعني ايه اكسيدنتال؟ كلمة اكسيدنتال يعني بالصدفة. يعني ايه هوست بالصدفة؟ يعني هو الصدفة دي بيبقى متوقع حدوثها ولا غير متوقع حدوثها؟ غير متوقع حدوثها. يعني هوست بالصدفة أو هوست غير متوقع؟ أه. وده معناها هوست، ولكنه ماله بقى؟ يعني مور ذان النورمال هوست. يعني مش فاهم. يعني هوست ما كنتش أتوقع إنه يبقى هوست. مش فاهم. يعني انا متعود ان الدوده ده هي او الكائن الطفيلي ده هو بيعيش جوه محمد، اللي هو انا دكتور محمد مثلا.
جيت بتلاقي ومتعود على طول طول عمري انها بتعيش في مين؟ في محمد. جيت لقيتها بكره كانت عايشه في محمد. اه يا خاينه، اه يا خاينه يا واطيه. تمام. يبقى لو لقيت في وقت من الاوقات ان البارازايت او الكائن الطفيلي بيستوطن هوست غير الهوست الطبيعي اللي متعود عليه، فانا هقول على الهوست التاني ده اهو اكسيدنتال هوست، يعني هوست وليد الصدفه او هوست غير متوقع انه يبقى هوست. الله الله. يعني انا اهو انسان بتسكن فيا مثلا سين من البارازايت. حلو. يبقى سين بتعيش في الانسان، سين بتعيش في الانسان، سين بتعيش في الانسان. جيت في مره لقيت سين عايشه في الحمار. حلو. فالحمار بالنسبه لي ايه؟ الحمار بالنسبه لي انا مش متوقع انها تعيش في الحمار. فالحمار بالنسبه لي هو كائن غير متوقع لايه؟ دخلت في البارازايت. فبالنسبه لي هو اكسيدنتال هوست، يعني هوست وليد الصدفه، يعني هوست نور زان النورمال هوست، يعني هوست مش الهوست الطبيعي اللي متعود عليه. مور ذان نورمال هوست يعني غير متوقع، مش هو الطبيعي الهوست الطبيعي اللي انا متعود عليه. انا متعود مثلا ان هي تسكن في محمد، جاي لقيتها بكره بتسكن في محمود. يبقى محمود بالنسبه لي ده اهو اكسيدنتال هوست، يعني هوست غير متوقع، مش هو النورمال اللي انا متعود عليه. شكرا شكرا شكرا. وممكن لما البارازايت دي تخش جوه محمود وهي متعوده تعيش محمود، لا البارازايت مش متعوده تعيش محمود، فمحمود ده هو اكسيدنتال، صح؟ يعني واحد غير متوقع وليد الصدفه. وممكن السايكل في محمود تكمل او ما تكملش، يعني ممكن يحصل ديفلوبمنت، يعني تطور لحياه البارازايت. ما البارازايت ما بتعيش روس، ممكن يحصل تطور لحياه البارازايت او نو ديفلوبمنت. حلو. يبقى انا متعود ان البارازايت هي بتسكن في محمد. حلو. راحت سكنت في محمود، يبقى محمود بالنسبه لي اكسيدنتال هوست، يعني هوست غير متوقع. حلو. طب محمود دوره الحياه هتكمل فيه ولا لا؟ ممكن تكمل وممكن ما تكملش، يعني ممكن يحصل تطور في دوره الحياه او ما يحصلش تطور في دوره حياه البارازايت اللي دخلت جوه محمود. يبقى ديفلوبمنت اور نو ديفلوبمنت. اخر حاجه معايا من انواع الهوست، تمام، هي مين يا دكتور؟ الهوست الفيكتور. يعني ايه فيكتور؟ كلمة فيكتور أول ما تشوفها هنا معانا في البارة معناها حشرة. حلو. كلمة حشرة في علم البارصة في الطبيعي اسمها انسكت. انسكت يعني حشرة. بس يا دكتور بقى انسكت دي في قبلة فضيلة في سنة رابعة كنا بنقول يعني إيه؟ إنسان يعني إيمان، أنيمال يعني حيوان، وحشرة يعني انسكت. تمام. حلو. عندنا الحشرة في البارازايت لها اسم تاني. هي هقولها لك سهلة خالص. هي الحشرة بتعمل فينا ايه؟ الحشرة بتعمل فينا ايه؟ الحشرة بتعمل فينا ايه؟ بتقرص؟ برافو عليك، هي الحشرة بتقرص. يبقى الحشرة بتعمل فينا ايه؟ قرصة. بتدينا قرصة يا دكتور، بتقرصنا. يبقى الحشرة قرصة، صح؟ قرصة. يبقى الحشرة دي بتقرص ولا لا؟ بتقرص قرصة. يبقى تعالي يا حشره يا قرصه يا اللي بتقرصي. قرصه قرصه بوت. يعني ايه قرصه بوت حشرات؟ يبقى قرصه يعني دي قرصه، يبقى قرصه بوت ده طبعا فاتشو. تمام. قرصه يعني بتقرص. قرصه يا قرصه، يلا قرصتني. قرصتني قرصه بوت واسمها حشره قرصه الذبابه الملونه. قرصه 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 بوت، يعني الحشره التي تقرص. تمام. يبقى ما هو الفيكتور هوست؟ الفيكتور هوست معناها حشره قرصه بوت او حشره مالها كان انفكت او كان تحمل الانفكشن فروم واحد مان تو انذر مان. يعني ايه؟ يعني هي حشره بتكون جارحه نقل العدوى من شخص لشخص. مش فاهم دكتور، ركز كده معايا. انا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم شخص من الطبيعه جال حشره. في شخص معفن، تمام، اصابته الزنقه. يعني ايه اصابته الزنقه؟ يعني كان عايز يعمل حمام فما لقاش اي مكان. حلو. فلقى شجره. حلو. فراح ورا الشجره. حلو. فعمل ورا الشجره. حلو. بس عمل التقيله.
حلو. لا مش حلو. فعملت ايه؟ عمل ستول اللي هو البراز. هو الانسان ده كان مصاب والمستور بتاعه فيه بقى ايه؟ فيه كائنات وديدان ومش لك كده في بطن كائنات طفيليه والكلام ده كله. فجت ذبابه طائره بتطير وبتبص ورا الشجره لقت ايه؟ اللي هو عامله. فقالت ايه ده يا ربي؟ حممتني شاكوسي تمام؟ قالت ايه ده يا ربي؟ ده حممتني ووب قامت جارحه واخده بص في الايه؟ في البراز وتستحمى بقى وايه؟ حمام طيني بقى جاكوسي تمام وهو شكرا وخلصت بعد ما خلصت نعم قامت جارحه طايره. طارت لحد ما وصلت للكليه ودخلت ايه؟ دخلت المحاضره تمام؟ فلقيتك نايم فاتح بقك اه والدكتور بيشرح في الداتا شو وانت فاتح بقك. قالت لك ايه ده؟ قامت جارحه قعدت تنفض نفسها كده وتنفض اللي عليها. فالبويضات بتاع الدوده اللي كانت في البراز زي ما هنحكي بعدين نزلت في بقها. استغفر الله العظيم القرف ده. هي مش هتبقى باينه. او مثلا تاكل سندوتش وريحه وقفت على السندوتش وانت قمت رايح ظالم السندوتش فانت خدت العدوى. يبقى كده الحشره ده هي اللي نقلت العدوى من شخص لشخص اسمها فيكتور. يعني فيكتور هي حشره تقوم بنقل العدوى من شخص مصاب لشخص غير مصاب، من شخص انفكتد يعني مصاب بالعدوى لشخص نوت انفكتد يعني غير مصاب بالعدوى، تمام؟ لها طبعا كذا طريقه للنقل بس مش عاوزين نوسع حته مع نبقى ايه؟ ندرس واحده واحده مع بعض. يبقى دكتور دلوقتي احنا خدنا انواع من بص ممكن حضرتك تقولهم لي على السريع. ممكن حضرتك تقولهم لي على السريع. الهوست خدنا منه ديفينيتيف هوست. دي اتش يعني ديفينيتيف هوست عائل اساسي وهو عائل يحتضن الاضلط والماشي والكلام ده كله والاباء. والعائل الوسيط اسمه انترميديال هوست يحتضن الابناء. وخدنا الار اتش اللي هو ريسيرفوار هوست اللي هو العائل الاحتياطي اللي هو كان حيوان انيمال. حلو. وخدنا الاكسيدنتال يعني الاكسيدنتال اللي هو وليد الصدفه واحد غير متوقع حدوثه. وخدنا الكارير اللي هو ظاهر مش ظاهر عليه الاعراض وكاتم في نفسه. وخدنا الكيس او البيشنت اللي هو ظاهر عليه الاعراض. وخدنا اللي هو عباره عن الفيكتور اللي هي في كلمه فيكتور معناها حشره. اول ما اشوف فيكتور حشره ناقله للمرض ارسل ابوت او انسكت نقلت المرض من شخص لاخر. في نوع من النقل طبعا بيولوجيكال ونو بيولوجيكال او ميكانيكال ودي هنبقى ناخدها ان شاء الله. يبقى كده دكتور المهم اللي احنا خدناه على السريع لما على السريع كده انا مش عاوزك تطلع من اي حاجه من هنا غير انت تبقى عارف انت هتدرس ايه وركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله بسم الله. دكتور ماذا اخذت اليوم؟ اقف كده وافتح وقول بسم الله. انا خدت يا دكتور النهارده علم اسمه علم الباراسايتولوجي. حلو. علم الباراسايتولوجي هو علم الطفيليات. حلو. ميديكال باراسايتولوجي هو علم الطفيليات التي تسبب ضرر للانسان. يبقى هو عباره عن الساينس او الاستادي اللي بيديه الوز بتتعامل مع البارازايت اللي بيكوز ديزيز في الانسان او كيباب اوف كوزنج ديزيز في الانسان. حلو. يعني بتسبب مرض في الانسان. شكرا مع السلامه يا دكتور. ومن هنا يا دكتور قلت ان البارازايت ديت هو كائن متطفل والكائن المتطفل عليه اسمه الهوست. يبقى انا عندي بارازايت وعندي هوست. بارازايت بتعيش على الهوست والهوست اللي بيسبب البارازايت. البارازايت هو الكائن الحي. يعني يا دكتور الكائن الحي هو الكائن اللي بيعيش على كائن غيره هو الاورجانيزم اللي بيليف اون انذر اورجانيزم بينما الهوست هو اللي بيهرب واللي بيستقبل البارازايت ايه جواه. قلت لك يا دكتور علم كل ده وعرفت ان في حاجه اسمها اللايف سايكل بتاع البارازايت ودي بتبقى اباء ناضجين جنسيا مطيور وهم الاساسيين وبيحصل فيهم تكاثر جنسي بين الذكر والانثى وينتج عن هذا تخصيب وبيضات. البيضات بعد ما بتنضج بتنقص ويحصل لها هرش وتنزل كتاكيت او يرقات او مراحل وسطيه غير منضجه ودي بتبقى ام مطيور ودي بتبقى ايه؟ لارفا. طب اللارفا دي يا دكتور بتتكاثر جنسي ولا جنسي؟ بقول لك ام مطيور يعني غير ناضجين جنسيا يبقى يتكاثروا ليه جنسيا يبقى اسيكشوال جنسي. وبعد كده لارفا تسمي اللارفا وتحوله وتطوره لحد ما ترجع تبقى قمر ولسه لينا تفاصيل في الحوارات دي. طب يا دكتور عندنا انواع الهوست. الهوست ده هو الكائن اللي بيستقبل البارازيت جواه هو الكائن اللي بيستقبل الحوارات دي جواه منه العقل الاساسي اللي اسمه بجنيه الهوست ادر العقل الوسيط واللي هو بيحتضن اللارفا او المراحل غير الوسطيه دي بتحدث فيه
السيكشوال سايكل ده، ده سيكشوال سايكل الريزرفوار هوست هو حيوان يستطيع ان يحتضن الدوده كما يفعل الانسان، ولكنه هيبقى سوكس اوف انفكشن وحاجه مضره كاكسيدنتال يعني واحد غير متوقع، يعني الهوست غير متوقع، مش اللي انا متوقع اللي هو يكون الهوست. كانكر يعني بيحمل العدوى لكن ظهر عليه الاعراض، كيس بيحمل العدوى وظهر عليه الاعراض او بيشنت فيكتور حشره بتنقل المرض من شخص الى ايه؟ الى اخر. يبقى كده خلصنا المقدمه بتاعتنا، وقبل ما نديها عشان تبقى برضه عارف بتدرس ايه، تمام؟ اخر معلومه معايا في الدقيقه بالظبط. هي البارازايت يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. البارازايت، مالها البارازايت؟ كم نوع؟ البارازايت، البارازايت يا دكتور هي طفيليات. حلو. طب الطفيليات يا دكتور دي كائنات طفيليه، منها كم قسم؟ بص، في كائنات طفيليه ديدان من نوع، اعرف البارازايتولوجي او البارازايتس عموما اللي هندرسها خلال الطب كم نوع؟ اعرف هم ثلاث كائنات، لا اما كائنات طفيليه في صوره ديدان زي ما قلنا كده، اللي عنده ديدان في بطنه، ديدان كلمة ديدان معناها وورمز، قلت لك وورمز ديدان بس دي بتاعت أربعة فضيلة السنة الرابعة. كلمة ديدان معناها حلمي، ها حلمي، هيلمنسيس، ها هيلمنسيس، معنى هيلمنسيس هو علم دراسة الديدان، هيلمنسيس، هيلمنسيس، يقول لك المنسولوجي، يعني علم دراسة الديدان، هيلمنسيس معناها ديدان، وورمز. يبقى الكائنات الطفيليه ممكن تكون في صوره ديدان، زي ما قلنا ده عنده ديدان في بطنه، ده مش عارف ده عنده ديدان في بطنه، ده نفسه مسدود، ده مش عارف ايه، ده بتاكل الاكل بتاعه وهكذا. وفي بارازايت بتبقى في صوره ارثروبود. يعني ايه ارثروبود؟ حشرات اللي هي انسكت. يعني في كائنات طفيليه بتبقى في صوره ديدان المنسز، وكائنات طفيليه بتبقى صوره حشرات ارثروبود. يعني الحشرات ممكن تكون كائنات طفيليه، مش في حشره تيجي تقرصك، معنى ان هي قرصتك وجت وزنت عليك وعشت على جلدك، معناها ان هي بتتطفل عليك، وده تطفل. فالارثروبود تخضع برضه بالكائنات الطفيليه اللي هي قرصه، يعني بتعمل قرصه بتقرصك ارثروبود. طب في كائنات بقى ولا هي ديدان ولا هي حشرات، لكنها كائنات وحيده الخليه، متوحده، وحيد الخزانه كده، تمام؟ متوحد، مش الطب تتوحد على طول. اسمها ايه ده؟ لها اسم، يعني كائنات وحيده الخليه؟ يعني جسمها عباره عن خليه واحده. يا ابيض يا دكتور، سبحان الله، يعني هي عباره عن خليه واحده؟ والله خليه واحده، يعني انت عارف جسمنا فيه مليارات الخلايا، مليارات الخلايا، تمام؟ هي بقى كائن في صوره خليه واحده، وحيده الخليه. طب الكائنات الوحيده الخليه اسمها ايه؟ هي ما بتنطقش، هي مقطع موسيقي زي كلمة صوت، انت لما تقول دورامي فاصولي، تمام؟ هي برضه لها مقطع موسيقي كده، هي معناها ايه؟ برو تو زو و، تمام؟ يبقى ما معنى بروتوزوا؟ هي كائنات وحيدة الخلية طفيلية، كائنات طفيلية وحيدة الخلية جسمها يتكون من خلية واحدة، اسمها ايه بقى؟ مقطع موسيقي، برو تو زو و و، تمام؟ بروتوزوا، البروتوزوا هي كائنات وحيده الخليه. يبقى كده يا دكتور ان شاء الله عشان تبقى عارف انت بتدرس ايه منهجك، اللي انت بتدرس الكائنات الطفيليه، وعرفت يعني ايه بقى والكلام ده كله. الكائن الطفيلي ده بارازايت بيعيش جوه كائن اسمه ايه؟ الهوست، تمام؟ واحنا ماشيين بندرس حاجات وحاجات، بس عاوزك تختم وتبقى عارف ان انت البارازايت دي ثلاث اصناف، يا اما بارازايت في صوره ديدان اسمها وورمز او هيلمنسز، هيلمنسز حلمي، المنسس، تمام؟ المنسس، تمام؟ لا اما في صوره حشرات ارثروبود، لا اما ولا هي ديدان ولا هي حشرات، لكنها كائنات وحيده الخليه بروتوزوا، تمام؟ ظبط نفسك واعرف المقدمه وان شاء الله مكملين مع بعض، وهيبقى كلامنا كله من المحاضره والمعلومات المسبقه في المحاضره، وان شاء الله خير. يلا سلام، كان معكم دكتور الشرطي.